مرحبا، انا محمد أورفلي من فتافيت. مثل ما بنعرف تحضير الاكل الطيب ما بيتطلب بس مهاره الشيف، وانما على المكونات الطازجه والنضره. احنا بالعاده بنحط المكونات في الثلاجه لفتره طويله، فممكن نخسر من طعمتها او من جودتها. باعتبار الثلاجات بتلعب دور كبير بهي المعادله، رح نشوف اليوم اذا كل الثلاجات لها نفس التاثير. رح نختبر اليوم طبقين محضرين بنفس المكونات. مكونات الطبق الاول رح يكونوا بثلاجه توين كولينج بلاس من سامسونج المزوده بنظامين مستقلين للتبريد. مكونات الطبق الثاني رح يكونوا بالثلاجه العاديه، رح ينحطوا بنفس الوقت ورح نحفظوا لنفس المده. طبقنا اليوم فتوش، والحكم اليوم معنا منال. كيفك منال؟ اهلين، الحمد لله تمام. تمام، كيفك انت؟ جاهز للفتوش؟ يلا كان يلا رح نعمل فتوش بقى هيك على الطريقه الحلبيه، شو رايك؟ ان شاء الله. شايفتك حاطط جبنه قدامك، نحن ما بنعمل في حلب بنحط جبنه مع الفتوش. اها، هلا بنتفرج. وحطت بقى انا عندي هيك، شوفي خضره الموسم، ندخلهم بطبقنا اليوم. ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. يلا هلا بنحكم. جاهزين؟ رح نحضر هلا فتوش. مثل ما بنعرف مكونات الفتوش بتكون من الخضار الموسميه. عندي انا هون بصل اخضر، عندي خس، عندي بندوره وخيار. خلينا نبلش اول شيء بالخس. يا عيني يا عيني، غير شيء وقت تكون خضره تازه. كيف الخس معك؟ شكلها ميته على الاخر. شايف هدر وقت وطعام وفلوس. هلا هنقطع الخس لقطع متوسط الحجم، رح نقطع الخيار لمكعبات، رح نضيف عندي هلا هون اعشاب مشكله، نعناع، بقدونس، بقله وزعتر. شو الوضع يا شيف؟ شايف الفرق بين خضرتي وخضرتك؟ لانه الخضره اللي عندي انا هون محفوظه في ثلاجه توين كولينج بلاس من سامسونج وفيها 70% رطوبه، فعمر الخضره عندي اطول مرتين. هذا الفرق. رح نقطع البندوره على مكعبات، نضيف عليهم شوية بصل أخضر. هلا رح نقطع البصل إلى شرايح، رح نضيف فوق الفجل وقطع كمان لشرايح. رح نضيف هلا الزيتون، رح نضيف شوية جبنة حلومي، أكيد هذا اختياري. رح نقطعهم لمكعبات صغيرة. أكيد الفتوش بده خبز محمص، وآخر شيء رح نعمل الدريسنج. أكيد رح نحتاج لأربع معالق من خل التفاح، رح نضيف كمان ثلاث معالق تقريبا من دبس رمان، وهذا الشيء اختياري. وقد الكمية رح نضيف زيت زيتون، رح نتبل بشوية ملح وبنخلط. آخر شيء ما بصير بلا السماء على وش الفتوش. منال يلا جاهزة الحكم؟ طبعا يلا هات. الله يستر. يلا يا لطيف، الله يكون بعونك. هذول هن الفتوش. يلا حجرب حدو انا دغري هيك من هلا. انا خايف شوي، انا بس بدي اقول لك شغله، انه هذول نفس المكونات بس كل واحد كان يعني هالمكونات الفتوش كان بغير ثلاجه وهذول بغير ثلاجه، فبتشوفي في هيك شوية فرق. باين. انا بحب اكل هيك من الجد. باين يا دبلان الخضره ومو ظريفه بالمره، خليني اجربها. اوكي. باينة فرش الخضرة وطازة، يعطيك العافية. شكرا. والله ليا كبرت وصارت تعرف تطبخ. نحن من بعدكم اصلا. تسلم. يا شكرا. هلا من بعد ما عرفنا انه مش كل الثلاجات مثل بعضها وحتى اكلنا ما يفوت طيبته، بنصحكم تحصلوا على ثلاجة توين كولينج بلاس الجديدة من سامسونج.